تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع 5000 وحدة سكنية، وذلك في إطار التوجيهات الملكية السامية، شرعت وزارة الإسكان في توزيع وحدات المرحلة الأولى لمدينة شرق سترة كأولى المشاريع المدرجة في برنامج تنفيذ أمر توزيع الوحدات السكنية. أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن أوامر التوزيعات الإسكانية تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة على توفير احتياجات السكن للمواطنين باعتباره من أبرز مقومات توفير سبل العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسر البحرينية، منوها إلى أن توزيع 5000 وحدة سكنية يأتي استمرارا للمكتسبات الإسكانية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. يذكر أن إدراج هذا المشروع يأتي ضمن برنامج التوزيع بالتعاون مع إحدى كبريات شركات المقاولات الصينية المتخصصة في هذا المجال، تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد خلال الملتقى الحكومي 2019 بتنفيذ مشروع مدينة شرق سترة. وقد تم تسليم وحدات المرحلة الأولى لهذا المشروع التي تزيد عن 1000 وحدة سكنية، كما تتضمن عملية التوزيع 16 مشروعا إسكانيا في مختلف المحافظات. استقبلنا اليوم في وزارة الإسكان الدفعة الأولى من عدد من المشاريع اللي حقيقة تنحصر في مدن البحرين الخمس، جزء طبعا في مدينة سلمان، وجزء في مدينة خليفة، وجزء في مدينة الحد، وجزء في مدينة شرق سترة وضاحية الرملي، بالإضافة إلى عدد من المجمعات السكنية. نأمل بمشيئة الله تعالى أن نستكمل بناء المرحلة الأولى من هذه المدينة في غضون 20 إلى 22 شهر من الآن، لتمكين المواطن إن شاء الله للسكن بالسرعة المطلوبة. أيضا راح نستمر إن شاء الله في توزيع 5000 وحدة سكنية من الآن إلى تقريبا منتصف شهر أبريل المقبل وفق برنامج زمني معد. والله كنت جاني الاتصال وقال لي أن تعال استلم الوحدة السكنية، بس سكرت التلفون وحضنت العيال وللعين، والفرحة كانت يعني كبيرة. يعني صافيني قالوا لي أن تم اختياركم حق مشروع شرق سترة، وأن بكرة اللي هو اليوم تاريخ 13 لازم نجي عشان نستلم الوثيقة. فدايركت اتصلت فيه وخبرته لأنه ما كان موجود إياي. الحمد لله رب العالمين. فكان موعدنا 9:30 وجينا إن شاء الله قبل الموعد. والله هاي شيء صراحة شيء طيب صراحة، يعني الوزارة ما قصرت بالله في التوزيع، وأتوقع أن بهالسرعة صراحة. يعني شعوري وأني أول يوم ما اتصل أول وزارة، يعني حتى فرحت عيولي أول شيء، بيتنا استانست كلش لأن أنتظر صراحة هاي الفرصة، والله يكمل لنا إن شاء الله على خير إن شاء الله. الفرحة ما توصف، الفرحة عمت على البيت كامل جميعا، وعلى هالانتظار إن شاء الله الله ييسر لأنه إن شاء الله الباقي للجميع إن شاء الله.